لقاء جميل يتجدد معكم مشاهدينا الكرام في برنامج أهل المدينة مع قضايا وحكايات وشخصيات لها بصمتها في الإبداع، فأهلا ومرحبا بكم. تشاهدون في هذه الحلقة كلية العلوم جامعة عدن الأكثر أهمية والأقل إمكانيات، كهوف البوميس معلم أثري في عدن يعود تاريخها إلى عصور ما قبل الميلاد، الكابتن خالد عفارة نجم الكرة اليمنية ومدافعها الهداف. نبقى الآن مع جولة إخبارية سريعة نستعرض فيها أهم ما حدث خلال الأسبوع. دشن لواء الشرطة العسكرية بالعاصمة المؤقتة عدن عامه التدريبي الجديد بتخريج دفعة جديدة من أفراد اللواء تضم 183 جندياً، وخلال حفل التدشين الذي حضرته قيادات عسكرية في هيئة الأركان العامة استعرض الخريجين عدداً من المهارات القتالية التي تلقوها خلال فترة التدريب. تتواصل في جامعة عدن التحضيرات الجارية لتنظيم حفل تأبيني للفنان اليمني الكبير الراحل أبو بكر سالم بالفقيه، والذي من المزمع إقامته في 22 من يناير الجاري. اللجنة التحضيرية لتنظيم الحفل طالبت رئاسة الجمهورية والسلطة المحلية بالمحافظة تسمية أحد شوارع مدينة عدن باسم الفنان الراحل أبو بكر سالم بالفقيه، تقديرا لدوره الريادي والكبير في مجال إحياء ونشر الأغنية اليمنية وإسهامته الفاعلة في توثيق التراث اليمني من خلال إصدار العديد من المؤلفات والدراسات التاريخية القيمة. اختتم في العاصمة المؤقتة عدن مشروع بناء القدرات التعليمية بتمويل من حملة الكويت إلى جانبكم. المشروع استهدف على مدى أيام 4 مديريات في عدن وعمل على بناء القدرات التعليمية ل 95 من العاملين في السلك التربوي. كم نحن في حاجة إلى كوادر نوعية وخريجين يستوعبون عصر التكنولوجيا والعلوم، وعلى الرغم من ذلك كلية العلوم بعدن تعاني شحة الإمكانات وضعف الموارد. كلية العلوم الأحدث نشأة في جامعة عدن لكنها الأقل إمكانيات بالرغم من أهميتها التعليمية التي تتواءم إلى حد كبير مع متطلبات سوق العمل. كلية العلوم في الحقيقة يعني ظهرت إلى النور العام الماضي، وكان يعني تأخرت كثيرا، يعني حقيقة يعني كانت يعتبر هذا نقص في كانت جامعة عدن أن لا يوجد فيها كلية علوم لفترة طويلة، ولكن الآن كلية العلوم يعني ظهرت أخيرا بفضل جهود الجامعة وبفضل جهود رئيس الجامعة الحالي الآن دكتور الخضر الأسور وجهود كل الأكاديميين اللي في الجامعة الذين عرفوا بأهمية كلية العلوم. كان المفروض أن تفتح في الماضي، ولكن للأسف الشديد هناك كثير من الصعوبات أدت إلى إعاقة عن افتتاح كلية العلوم، باعتبر أن كلية العلوم هي من أهم الكليات الأساسية في أي جامعة كانت، سواء كان في الجامعات المحلية أو في الجامعات الأقليمية أو الدولية. افتقار كلية العلوم للمقومات الأساسية المتكاملة التي تشكل الجزء الأهم في العملية التعليمية من شأنه إضعاف مستوى التحصيل العلمي لمخرجات هذه الكلية المتخصصة في علوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات والمختبرات وعلوم الأرض والبحار. نحن في الكلية هنا نعاني من نقص شديد في كثير من الأشياء، من المواد والأدوات والأجهزة، حتى الفنيين وحتى المعيدين والمدرسين، نقص من كل شيء، ما فيش أي اهتمام بالجانب العملي. حتى لما يعني أعطي للطلبة تجارب يعني أحترق من الطلبة من ما أعطيهم، أحترق من النقص اللي ما فيش، أقول للطالب جيب معك هات معك، يعني شيء مخزي. نحن صنعنا مختبرات من العدم، من عدم، من عدم، ولا حد الآن إن طلابنا ما فيش أي جانب عملي يفوت عنهم منذ بدايتها، ولذلك نحن حاولنا بقدر المستطاع ان احنا مشينا الجانب العملي، لا اقول لك بنسبه 100% لا، ولكن احنا بنسبه بين 80 الى 90% وفقا لامكانياتنا.
وفقا لإمكانياتنا. يأتي إلينا عدد كبير من الطلاب لينخرطوا في كلية العلوم للتخصصات الآن الجديدة الموجودة في كلية العلوم اللي ممكن تفتح لهم آفاق جديدة في سوق العمل، ولكننا لا نستطيع أن نستوعب هذا العدد بسبب أنه لا يوجد لدينا مبنى متكامل لكلية العلوم، ليست كلية مستقلة، ليست لدينا يعني إمكانيات أن نستقبل مثل كلية الطب أو كلية الهندسة. المجالات العلمية ومساقات التعليم في كلية العلوم تدرس باللغة الإنجليزية، وتعتمد بدرجة رئيسية على المعامل والمختبرات المزودة بكافة الأجهزة الفنية والمحاليل، إلا أن النقص الكبير في تلك الاحتياجات غدا قضية شائكة أمام عمادة الكلية التي تشكو هي الأخرى من انعدام الموازنة التشغيلية. لأنها كلية ناشئة نحن نحتاج إلى كلية أولا بشكل عام، والشؤون يعني مثل ما يقولوا الشؤون المالية، يعني الآن الكلية من غير ميزانية، وميزانية الكلية هذه لم تدرج في ميزانية الحكومة، لأن الكلية مثل ما قلت لك ظهرت إلى النور العام الماضي بعد الحرب، وبالتالي فإنها يعني لم تدرج إلى الآن في موازنة الجامعة وموازنة الحكومة، وبالتالي عندما نريد أن نوظف أكاديميين، عندما نريد أن نوظف إداريين فنيين، مدراء مكاتب فنيين، مختبرات، معيدين، أساتذة، كل هذا يحتاج إلى ميزانية، وبالتالي نحن الآن أخذنا فقط من الكليات الأخرى في أقسام العلوم وبدأنا بهذه البداية في كلية العلوم. نواجه كثير من الصعوبات، كثير من الصعوبات، ولكن نحن في قرارة أنفسنا صرينا على نجاح هذه الكلية، وقلنا لابد أنه نكون أو لا نكون في بقاء أو نجاح كلية العلوم. والحمد لله سنتين لحد الآن عندنا دفعة من الطلاب الآن في سنة ثانية، والآن في سنة أولى في تزايد إذا العدد الطلاب. بالنسبة للمخرجات التعليمية أيضا مخرجات ممتازة، رغم إمكانياتنا إمكانيات في المختبرات، إمكانيات في الطاقم التعليمي، ولكن الحمد لله والآن الأمور تمشي بطريقة أفضل مما كنا عليه في العام الماضي. ما يكون الجانب العملي بالشكل المطلوب، يعني نضطر يعني أحيانا نلغي بعض التجارب، نعمل تجارب بسيطة ما تكونش لائقة بالتخصص نفسه، فنضطر نمشي الأمور يعني على حسب المتواجد والمتوفر. وفي الآن على الآن طالبين من إحنا بيفتحوا ماجستير ودكتوراه مع بعض، وده شيء يعني محتاج احتياجات أكثر. غض الطرف عن متطلبات كلية بهذا القدر من الأهمية، سيفقدها قيمتها العلمية وأهميتها الأكاديمية، والأهم من ذلك حرمان السوق المحلية من الكوادر المؤهلة والتخصصات المطلوبة. عندنا يعني الآن برامج تخصصية ممكن تخدم سوق العمل، ونحن بدأنا نفتحها شوية، ولكن لو فتحناها سوف نواجه بطلب كبير من قبل الطلاب والمجتمع يريد هذه التخصصات، مثل تخصص علوم بحار. تعرف اليمن محاطة ب2000 كيلومتر من البحار، فتحتاج إلى التخصص هذا علوم بحار الذي يعني بيرفد سوق العمل تخصصات مثل الاصطياد الساحلي والاصطياد الخارجي وصناعة السفن والملاحة والأحياء البحرية والاستزراع السمكي. أيضا معانا تخصص المايكروبولوجي اللي هو مختبرات، كل المختبرات الطبية، المختبرات الأغذية، مختبرات الفحص والقياس، مختبرات العلمية المتخصصة، كل هذا يحتاج إلى الحكومة والمجتمع يحتاج إلى هذه الكوادر. أستاذ الدكتور نجاة علي مقبل، عميد كلية العلوم بجامعة عدن، أهلا ومرحبا بك اليوم معنا في هذا اللقاء. بداية دكتورة، لو تعطينا نبذة عن طبيعة عمل هذه الكلية والدراسة التي تقدمها للطلاب وأقسامها وما إلى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لزيارتكم للكلية لتسليط الضوء على هذه الكلية التي تعتبر كلية حديثة قديمة. قل حديثة قديمة باعتبار أنها كانت في السابق هي
أقسام العلوم تنتمي إلى كلية التربية، وكانت في السابق كلية العلوم والآداب والتربية. في ما بعد طبعاً تحولت الآداب أو فصلت الآداب عن التربية وانتقلت إلى كلية مستقلة، ظلت العلوم مدموجة مع كلية التربية، واستمرينا إلى الوقت الحالي. صدر بعد ذلك قرار بإنشاء كلية العلوم في ديسمبر 2014، إنشاء كلية العلوم بأقسامها 4 أقسام رئيسية، اللي هي قسم العلوم الحياة، قسم الكيمياء، الفيزياء، والرياضيات. في مشاريع مستقبلية إضافة أقسام أخرى، ولكن حالياً نحن في هذه الأقسام 4 فقط التي بدأنا فيها، وأول دفعة دراسية استقبلناها في العام الدراسي 2016-2017. يعني نحن لدينا فقط الآن دفعتين دراسية. يعني مستوى وليدة لا تزالون. لذلك أنا قلت وليدة ككلية علوم بهذه التسمية، لكن من سابق هي كان لها أساس، لها أساس. طبعاً الكلية هذه هي حديثة الإنشاء من حيث إصدار قرار بإنشائها في ديسمبر 2014، ولكنها هي مشروع قديم أعدت فيه عدة دراسات من قبل أساتذة أفاضل في العلوم الصرفة وغيرها، لكن للأسف ظل هذا القرار حبيس الأدراج إلى أن صدر فيما بعد مؤخراً. فلذلك قلنا نحن بدل يعني إيش أن يأتي قرار متأخراً خير من لا يأتي أبداً، فالحمد لله تم إنشاء هذه الكلية. بالنسبة لأهمية هذه الكلية، طبعاً كلية العلوم ما فيش أي كلية في العالم أو ما فيش أي جامعة في العالم لا تمتلك كلية العلوم. وكان فعلاً من المؤسف أن جامعة عدن كأول جامعة يمنية لا تمتلك، ومن أوائل الجامعات، من أوائل الجامعات نعم في الخليج العربي تقريباً، لكن نتكلم على الجامعات اليمنية. أول جامعة هي جامعة عدن، وللأسف في الجامعات اليمنية كلها لديها كلية علوم. فكان هناك حماس كبير لدى الكثير من أساتذة الجامعة المتخصصين في مجالات العلوم الصرفة، بالإضافة إلى كثير من قيادات الجامعة السابقة كان والحالية، كان عندهم حماس كبير إن هذا الحلم يصبح حقيقة. والحمد لله قلنا تم الإنشاء. طبعاً يعني الكلية هذه تعتبر رافد أولاً لكثير من المؤسسات والمرافق الحكومية والخاصة أيضاً الموجودة، باعتبار أن خريجي هذه الكلية هو تعد كوادر علمية متخصصة في هذه المجالات ممكن أن يستفاد منها. يعني هذه الكلية لديها يعني سوق عمل، من عندما يتخرج الطلبة من هذه الكلية هناك أماكن سوف يذهبون إليها. بالتأكيد هو فقط نحن في البلد محتاجين إلى خطط استراتيجية لكل المؤسسات، لكن ككلية مخرجات هذه الكلية لن يتجهوا للتدريس، رغم أنه ممكن يستفاد أيضاً منهم في التدريس، لكن هم ممكن يشتغلوا في كثير من المؤسسات الصحية. على سبيل المثال دكتورة، هيئة علوم البحار في لقاء سابق لنا معهم ذكرت مديرة المركز بأنها بحاجة إلى موظفين وبحاجة إلى أخصائيين. هل يعني كلية العلوم باستطاعتها أن ترفد مثلاً كهيئة علوم البحار بأخصائيين وأكاديميين؟ طبعاً أنا في الأول قلت لك أنه في عندنا 4 أقسام رئيسية، اللي هي قسم البيولوجي واحد من هؤلاء الأقسام. قسم البيولوجي لدينا أيضاً من المستوى الثالث في تخصص، في المستوى الأول والثاني لكل التخصصات في جنرال يكون عام، لكن المستوى الثالث والرابع في قسم البيولوجي يبدأ يتفرع إلى 4 شعب رئيسية. شعبة علوم البحار إحدى هذه الشعب، شعبة الميكروبيولوجي اللي هي الكائنات الدقيقة، وعندنا شعبة الحيوان وشعبة النبات. أعتقد أنه شعبة علوم البحار التي هي تنتمي إلى قسم البيولوجي في كلية العلوم، هذه الشعبة ممكن أن تكون رافد لعلوم البحار وأي مراكز بحثية في المتخصصين في هذا المجال. برضو في الجوانب الصحية، كلية ممكن ترفد كثير من المختبرات والمعامل الصحية في المستشفيات العامة والخاصة والحكومية والخاصة، بكثير من الفني من المختصين في مجال الفحوصات المعملية وغيره. إنه عندنا قسم مايكروبيولوجي، وكذلك في بقية الأقسام في قسم الكيمياء، أيضا قسم الكيمياء أحد الأقسام الهامة اللي أيضا ممكن ترفد المؤسسات والمصانع بخبرات في مجال الكيمياء وفي معامل الكيمياء. يعني تقريباً الأقسام العلمية الموجودة لدينا هي فعلاً بتلبي سوق العمل الموجود. نحن أيضاً لدينا قلت لك مشاريع مستقبلية لبناء بعض الأقسام الأخرى اللي ممكن تكون رافد للجوانب البحثية والبيئية أيضاً. نحن لدينا الآن اتجاه بإيجاد ما نسمى
بمذكرة تفاهم مع بعض هذه المؤسسات. نحن زرنا أيضا علوم البحار وكان لنا لقاء معهم، بل هما عندما عقدنا أول ورشة للكلية، عقدت ورشة في أبريل 2016، كانت هدف الورشة هذه إقرار أدبيات الكلية، الهيكل التنظيمي للكلية، وأيضا المقررات الدراسية اللي بدرسها كل قسم من هذه الأقسام. فكانت في لجان علمية متخصصة، وأشركنا كثير من هذه المرافق، بعض المصانع، أشركنا علوم البحار، أشركنا برضو في بعض من الأسماك، أشركنا في من أصحاب الرقابة الدوائية، مراقبة الأغذية، يعني كثير من الجهات اللي هي لها علاقة مستقبلية بمخرجاتنا أشركناهم معنا في هذه الورشة أو دعوناهم إلى هذه الورشة. طبعاً في بعض منهم لبى هذه الدعوة وحضر وشاركنا، وفي البعض الآخر اعتذر، لكن مع ذلك نظل في تواصل. وفي عندنا أنا قلت لك المشاريع الاتفاقيات عبر أيضاً الجامعة، وكان الحمد لله رئيس الجامعة الدكتور الأستاذ الدكتور الخضر الأصور داعم لهذه المسألة، وفي أكثر من لقاء ويحفز الكلية ويدعمها ويساندها في أنها تجري مثل هذه، إيجاد نوع من الشراكة ما بين الكلية وهذه المرافق. نعم دكتورة نجاة، يعني ذكرتم بأن هذه هي كلية لا تزال وليدة أو نستطيع أن نقول حديثة، على الرغم من يعني قدم هذا المشروع يعني أو الإرادة بجعل هذه الكلية موجودة على أرض الواقع. هذه الحداثة أو كأنكم يعني كلية جديدة، هل تستطيعون أن تلبون احتياجات الطلبة الوافدين إليكم أو المنتسبين إليكم؟ عندما تحدث عن أن كلية حديثة ووليدة، مش بس كذا نقول، نقول أيضا أنها ولدت في ظروف صعبة، ظروف صعبة لا تعاني منها الكلية فقط ولكن تعاني منها البلد كلها. وعندما قلت لك في ديسمبر 2014، يعني بعد شهرين اندلعت الحرب، وبالتالي اندلاع الحرب في اليمن واللي ما زلنا ندفع ثمنه إلى الآن، وما زالت نقدر نقول إنها ما زالت الحرب مستمرة، يعني الحرب ليس فقط بالدا ولكن نعم في كل الجوانب. نحن نقبع الآن فيما يسمى بالمناطق المحررة. بالضبط، نحن في المناطق المحررة، صحيح نحن في المناطق المحررة، لكن ما زلنا نعاني آثار الحرب، لا تقف عند حد معين، فما زالت آثارها السلبية موجودة، وبالتالي هذه الآثار السلبية للحرب عكست نفسها على مش فقط الكلية هذه الناشئة أو الحديثة، ولكن على كليات جامعة عدن والمرافق الحيوية في الدولة كلها. وبالتالي نحن أولاً من حيث المبنى الكلية كان في طموح أن تبنى الكلية، الحرب جت وعطلت أمور كثيرة. الشيء الثاني بتلاحظ أنتم عندكم الآن التأثيث، لم نتمكن من الحصول على التأثيث الكافي، المعامل بحاجة إلى تجهيزات، والتجهيزات هذه أغلب تجهيزاتنا خاصة في مجال العلوم أغلبها تجهيزات علمية وتحتاج إلى تكاليف مالية غير عادية، ويمكن يكون حتى تواجدها وإيفاد إرادة عن توريدها ليس محليا ولكن خارجيا، فتصوري معي حجم المشكلة اللي ممكن يعاني منها هذه الكلية الحديثة. فموجود معاناة، موجود معاناة حالية موجودة، ولكن نحن نقول إيش الأمل في الغد كان دائما. لا كان في عندنا نوع من التحدي لإنشاء هذه الكلية، لأنه فعلا في كانت يمكن تباطؤ في عدم إنشاء هذه الكلية، لأنه دائما نحن نهول إنه ما دام ما فيش إمكانات مش لازم نبدأ، لكن نحن نقول دائما إنه إيش يقول طريق الألف ميل يبدأ بخطوة. نعم. فلو ظلينا هكذا ما بنعملش بيصعب علينا أن ننفذ شيء. لذلك بدأنا والحمد لله، قلت لي كان دعم من رئيس الجامعة السابق اللي هو قام بأعمال الدكتور باسلامة، وحاليا اللي هو الآن حاليا وزير التعليم العالي، والدكتور أيضا الخضر الأصور، وكثير من قيادة الجامعة. دكتورة نتحدث عن الميزانية التشغيلية للكلية، يعني هذه الصعوبات وهذه الاحتياجات التي ذكرتموها، هل لديكم يعني ميزانية تشغيلية ربما في المستقبل القريب ستدفع الكلية نحو الأمام، أو سوف تلبي على الأقل احتياجاتكم الأولية والأساسية؟ طيب أولا قبل ما أبدأ الميزانية التشغيلية، طبعا أنا حسب أدركه طبعا أنه أي ميزانية متعلقة بالكلية هي في الغالب تأتي من دخل الكلية، ونحن في الكلية هذه لنا سنتين، السنة الماضية والسنة هذه هي السنة الدراسية. الرسوم الطلابية نحن رسومنا نظامية، يعني مثل كل الكليات الحكومية اللي هي ليست يعني ذات مجانية، يعني مثلها هي مش مجانية، الرسوم الطبيعية البسيطة هذه، يعني مش كلية يدفع طلابها مبالغ مالية كبيرة، بالعكس هي أسوة بأي كليات حكومية. نحن اعتمدنا هذا الكلام لأنه نحن كلية حكومية فلازم أن تخضع لهذا القانون والنظام. الشيء الثاني كان لابد، الكلية أنشئت بقرار من رئيس الجامعة،
ما زلنا بحاجة إلى اتخاذ قرار من وزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء بإنشاء هذه الكلية، لأنه إنشاء الكلية يبتدي بالتدرج، مجلس جامعة برئاسة الجامعة ومن ثم يذهب إلى ما الذي يمنع مجلس يعني الجامعة؟ إذا كنت مثل ما ذكرتم بأن في رسائل سلامة في عهده عندما كان رئيس جامعة أو قائم بالأعمال قامت، وهو الآن وزير التعليم العالي، يعني نعم هو وزير التعليم العالي، في إشكالية. نحن الآن وجهت رسائل عديدة في هذا الموضوع من قبل رئيس الجامعة دكتور خضر الأسور، اللي ما قصر فعلا في هذا الموضوع، بل قابلنا شخصيا وزير التعليم العالي في هذا الأمر، وليست كلية العلوم فقط، في كليات حتى من سبقتها تقريبا 4 كليات ثلاث كليات إضافة إلى كليتنا لم تتخذ قرار وزارة التعليم العالي حاليا أو من مجلس الوزراء بإنشائها، والسبب هو عدم وجود مجلس الجامعات، اكتمال مجلس الجامعات اليمنية بسبب برضو إشكالية الحرب. لكن نحن في آخر لقاء أيضا مع وزير التعليم العالي أكد بأن يوجه رسالة لمجلس الوزراء باعتبار أنه في حاجة استثنائية لظرف البلد الحالي، ولكن تظل هذه الكليات قائمة بطلابها بأساتذتها موجودة. احتياجات الكلية، يعني الاحتياجات العاجلة والأساسية الآن، يعني على سبيل المثال المعامل التي هي تعتبر القوام الرئيسي لكليات العلوم في جامعة عدن. طيب أنا بالنسبة للاحتياجات أنا ممكن أفندها لك بعدة بنود، يعني أنا بتحدث مثلا على الاحتياجات الاستراتيجية الهامة، وأولها هو لابد من إنشاء مبنى الكلية المستقل. إنشاء مبنى الكلية المستقل الذي يفترض أن ينشأ، ولكن قلنا بظروف الحرب اللي صارت، بظروف عدم وجود تمويل لهذا المشروع، برغم أنه في موجود مخطط متكامل لمبنى الكلية، مخطط إنشائي معماري متكامل وموقع محدد في الحرم الجامعي في مدينة الشعب، بس للأسف قلنا اللي حاصل هي أنها بحاجة إلى جهة تمويلية خارجية، لأنه بتكلف إنشاء بناء كلية مستقلة تحتاج مبالغ مالية كبيرة. نحن الآن عندنا أمل وثقة إنه القادم أفضل. هل لديكم مثلاً تخاطب مع أي نعم من نعم دول؟ نحن وجهنا، نحن ككلية وجهنا رسائلنا لقيادة الجامعة دولة الكويت، وقيادة الجامعة قيادة الجامعة وجهت رسائل أيضاً هامة إلى وزارة التعليم العالي والتخطيط، وعلى أساس يتم هذه المسألة، وتقريباً هي من ضمن الكليات الموضوعة ضمن المشاريع الاستراتيجية التي يجب أن يتم إنشائها والبحث لها عن تمويل من قبل مثلاً مركز سلمان أو الكويت. في اتفاقية موجودة، مش اتفاقية، تخاطب موجود، لكن قد لا يكون حق لي التصريح بمثل هذه المسألة، إن الجهات الأعلى هي التي وجهت مثل هذه الجهات المعنية بذلك. لكن أنا كعميدة كلية نعم أطالب الجهات الحكومية ووزارة التخطيط ومجلس الوزراء والتعليم العالي بأن يضعوا في اعتبارهم أهمية أن يتم إنشاء هذه الكلية أو إعطاء لها المبنى المستقل، لأنه بناء إنشاء المبنى المستقل لهذه الكلية بيحل الكثير من الإشكالات الموجودة. من أهم هذه الإشكالات أيضا نحن الآن نشارك كلية التربية في مختبراتها، نشارك كلية التربية في قاعاتها الدراسية، وفي تنسيق، وأنا أحب من خلالكم أيضا أوجه الشكر والتقدير لعمادة كلية التربية السابقة والحالية، لأنه تناوب على رئاسة أو عمادة الكلية أكثر من عميد، وبالتالي بدأنا الاتفاقية كان في الأول مع الدكتور مقطن اللي كان عميد الكلية السابق، ومن ثم جاء الدكتور محمد عبد الله حسين الفقيرية، والحالية الدكتور العكل، فكل هؤلاء وقفوا وقفة يعني نعبر فيها عن شكرنا وتقديرنا لهم، لأن وقفوا مساندين أو خير سند لهذه الكلية بإعطائنا فرصة باستخدام قاعاتهم الدراسية ومعاملهم، باعتبار أننا كلنا ننتمي إلى جامعة عدن. لذلك أنا بقول إنه مبنى الكلية إذا أنشئ فبيحل لي كثير من الإشكالات فيما يتعلق بالقاعات الدراسية، لأنه في عندنا شحال القاعات الدراسية. المعامل هذه بكلية علوم تعتبر يعني حجر الزاوية لأي كلية، باعتبار أن المعامل إذا كان الجانب النظري نحن عندنا أساتذة أكفاء، عندنا مقررات دراسية موصفة واتخذ فيها قرار في ورشة علمية، وتكاد تكون هذه المقررات أيضا متشابهة مع كثير من الجامعات العربية والدولية والعالمية، لأنه نحن عندما حددنا هذه المقررات استندنا إلى مرجعيات، لكن الجوانب التطبيقية العملية هي المهمة أيضا، وعندنا كفاءات، لكن إذا لم يوجد معمل مناسب، إذا لم توجد تجهيزات لهذه المعامل المناسبة، فيحدث خلل.
سيحدث خلل في هذه العملية. لذلك نحن نفتقر إلى معامل أكبر وأوسع، نحتاج إلى بعض المواد الكيماوية، الأجهزة في مختلف الشعب الدراسية، في مختلف المقررات الدراسية. ما زال هذا الوضع، رفعنا كشوفات وقوائم. في جهات داعمة حاولنا أيضا التواصل مع الإغاثة الكويتية، الهلال الأحمر الإماراتي، كثير من الجهات اللي حاولنا. هل كان هناك في تلبية يعني؟ في بعض الجهات، الهلال الأحمر الإماراتي دعمنا ببعض المكيفات وأجهزة لابتوب أو جهازي لابتوب، فساعدنا احنا في تسير بعض العمل، لكن في الجوانب الأخرى ما زلنا نفتقر إليها. في فاعلين خير قدموا احنا بعض المجاهر، بعض الأشياء يعني، وبالتالي نحن نسعى كما تقولي في كل الجهات. يعني نحن كعمادة كلية وكل زملائي في النواب العميد ورؤساء الأقسام وكل الطاقم اللي عندي، الحمد لله الجهود تبدأ من قبلهم بمختلف الاتجاهات، لكن يظل في إشكالية، لا زال في إشكالية في توفير معامل كافية تتسع للعدد المتزايدة. يعني في السنة الأولى كان عندنا 70 طالب في كل التخصصات الأربعة، الآن في السنة هذه قبلنا أو وصل العدد إلى 103 تقريبا طالب كحد أعلى، برغم أن نحن محددين. كلما سوف تمر السنوات بالتأكيد بالضبط سوف أصبح السنة الآن في سنة ثانية ما بنعانيش، لكن في سنة ثالثة ورابعة اللي بيبدأ التشعب، بيبدأ في مشاكل أكبر بنعانيها، تزايد عدد الطلاب. برغم أن نحن طبعا عندنا سياسة في القبول، وهذه كان المفروض أنا أشير إليها أيضا. سياسة القبول، نحن أولا حددنا سعر الاستيعابي بعدد محدد، 30 طالب لا يتجاوز ذلك، لأنه يهمنا أنا الآن في الظروف هذه الحالية أنه لازم يكون في عندي ما يمكن الطالب هذا من الحصول على ما يلزمه من العلم، ما يلزم أو وجد له قاعة مناسبة أو وجد له معمل يتسع لهذا العدد. لذلك نحن حاصرين معدل الدرجات القبول في الثانوية العامة نحن 85% مثلنا مثل الطب، لأنه الدراسة عندنا باللغة الإنجليزية، دراستنا من المستوى الأول إلى المستوى الرابع دراسة باللغة الإنجليزية، تخصصات علمية دقيقة بحتة ما لهاش علاقة. هل يتعرض الطالب أثناء يعني إلى امتحان قبول؟ طبعا إذا كان نحن امتحنا امتحانات القبول للأعداد التي تجاوزت السعة الاستيعابية، يعني مثلا مش أنا أكون واضحة معك، أقسام البيولوجي والكيمستري يعني اللي يتأخر على التسجيل؟ لا لا لا، مش اللي يتأخر عن التسجيل، يعني إذا تقدموا طلاب لقسم الأحياء وقسم الكيمياء بأعداد تجاوزت سعة الاستيعابية اللي هو 30 طالب، أعمل امتحان بحيث أني يعني وفق المعدل بعدين أقبل الطالب، وفق نتيجة الامتحان أقبل الطلاب العدد. لكن في أقسام علمية نجد أنه في ضعف في الإقبال عليها، قسم الفيزياء، قسم الرياضيات الإقبال ليس بكثير، لكن قسم البيولوجي وعلوم الحياة وقسم الكيمياء في إقبال شديد غير عادي. وطبعا هذا مرتبط بإيش؟ بسوق العمل. يعني كل واحد يفكر أنه هو مش ينتمي لكلية ويدخل في كلية لازم يحصل وظيفة فيما بعد. ونحن أقسام الفيزياء والرياضيات لا يعني أنه ما عندهمش سوق عمل موجود، لكن يظل في النظرة، لأنه نحن كل مجتمعنا نحن ليس لدينا مراكز الأبحاث الكبيرة الواسعة، بعد أنه بتخرج ناس يشتغلوا في مراكز أبحاث متخصصة. نعم، وبخصوص مادة الرياضيات أيضا كذلك، يعني تحتاج إلى يعني شركات خاصة فيها ومجالات يعني واسعة قد لا تتواجد في عدم. وأحيانا عدم إدراك أيضا لأهمية هذه العلوم، الرياضيات والفيزياء أساس العلوم، لكن الإدراك لها وتغطية سوق العمل والاحتياج، فتحصل الطالب يحجم عن أو تقل الأعداد، وبالتالي هذول دخلوا بدون امتحانات قبول، بس برضه بالعدد المحدد، يعني ما يتجاوز العدد اللي طلبناه. لكن بالنسبة للبيولوجي والكيمستري في إقبال غير عادي، ولكن احنا حدينا من هذه المسألة. دكتورة نجاة، رسالة أخيرة تحبين أن توجهيها من خلال هذا اللقاء؟ والله أولاً أحب أن أوجه لكم الشكر لهذه اللفتة الطيبة، وأتمنى أنكم يعني توصلوا هذه الصورة عن هذه الكلية، وهذا يعكس أيضاً دور الإعلام، لأنه الدور الإعلامي كان المرئي أو المسموع أو المقروء أيضا يعني يكون له دور مؤثر في المجتمع، وبالتالي ممكن يعكس الصورة الحقيقية والواضحة. نحن حاولنا الآن من غير رتوش نطرح لكم الأمور الذي لدينا، يمكن إحنا أغفلنا أشياء كثيرة، لكن في حدود هذه اللقاء القصير يمكن نطلع لكم على بعض الأشياء. أوجه الشكر أيضا للأستاذ الدكتور الخضر الأسور، لأنه فعلا وأنا أقول حقيقة هو داعم للكلية،
نكاد تكون معظم الاحتياجات والطلبات المقدمة له يحاول قدر الإمكان هو أن يفيد فيها، ولكن أنا قلت إنه الظروف اللي حاصلة في البلد هي اللي تأثر سلبا على هذا. أوجه دعوة لوزارة التعليم العالي ومثل وزير التعليم العالي للأستاذ الدكتور حسين باسلامة بالإسراع بتنفيذ قرارات أو استصدار قرار من مجلس الوزراء بخصوص الكلية العلوم أو حتى الكلية الأخرى التي لم يصدر بها قرار بعد. وأيضا يليت الجهات الداعمة والمانحة تلتفت إلى مثل هذه الكليات وتحاول قدر الإمكان أن تدعمها لكي نستطيع أن نفي بمهامنا الأكاديمية بالصورة التي نطمح إليه. نحن نطمح إلى أشياء أكثر من ذلك. أنا قلت لك يمكن يكون فينا مشاريع قادمة مستقبلية، مشاريع في مجال علوم في علوم البيئة والأرض، مشاريع في مجال البصريات، في مشاريع مقدمة للكليات، لكن نحن عاجزين عن ذلك لأنه مبنى الكلية لم ينشأ بعد. فأتمنى أن يتحقق هذا واللي بيحل من قلت لك الكثير من هذه العراقيل. أوجه أيضا شكري وتقديري لكل الطاقم اللي عندي في الكلية، لأنه فعلا عميد الكلية لا يعني شيء بالنسبة للكلية إذا لم يجد الطاقم المتفهم، الطاقم المقدر لوضع الكلية، المتكاتف فيما بينه، للتكاثف فيما بين الهيئة الأكاديمية أو حتى الإدارية يساعد في أنك تتغلب على كثير من الصعاب. فأنا حاسة بهذا الكلام، لذلك وجدتها فرصة أني أعطي لهم هذا الشكر أو أوجه لهم هذا الشكر، خاصة وأنه أغلب عندنا منتدبين، أيضا منتدبين يدرسوا مجانا. نحن كمان ما زلنا محتاجين إلى فنيين مختبرات، ما عندناش فنيين مختبرات، ما عندناش، نقص أيضا في الطاقم التدريس المساعد اللي هو اللي بيساعده في الجانب المعملي والمعامل. هذا النقص يحتاج كذلك إلى ميزانية، يحتاج إلى ميزانية. طبعاً نحن ميزانية تشغيلية، نحن الآن الكلية قائمة على دعم بميزانية أو ما تسمى بعهدة مالية تقدم لنا من الجامعة. حالياً القبول اللي تم للكلية استلمنا مبالغ بسيطة بس تظل زهيدة لا تفي بمطلبات الكلية، لأن يعني متطلبات الكلية كثيرة. ومع ذلك كما قلت لك نحن نسعى، وبين فترة وفترة الجامعة تمدنا ببعض المخصصات المالية التي نسير فيها الأمور البسيطة هذه الروتينية العادية، لكن نحن بحاجة فعلا إلى أن تكون لنا ميزانية تشغيلية، وهذه لن تكون إلا باستصدار القرار وإدخالنا ضمن موازنة الدولة. يعني الأستاذ الدكتور نجاة علي مقبل عميد كلية العلوم بجامعة عدن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. تشعر بالإثارة والحنين إلى الماضي في ذات الوقت وأنت تشاهد كهوف البوميس، إحدى الملامح التاريخية لمدينة عدن. كلما توغلت في العمق نحو جبل شمسان تدهشك هذه المدينة بآثارها الممتد تاريخها إلى آلاف السنين، وحيثما يقع بصرك تجد في عدن معالم تاريخية تؤرخ لدورات عديدة من الحضارات المتعاقبة التي احتضنتها المدينة على مر الأزمان. في أقصى مدينة كريتر وبمحاذاة صهارجها العريقة تقودك هضبة حي البوميس إلى كهوفه التاريخية الأثرية الواضحة المعالم رغم تآكل أجزاء كبيرة منها بفعل تغيرات المناخ. تعد كهوف البوميس من أشهر معالم مدينة عدن التي سجلت حضوراً تاريخياً في مدونات كبار المؤرخين، ويصل طولها إلى نحو 450 متر، وشيدت بطريقة تدل على مدى الإتقان الذي وصل إليه مشيدها في تلك العصور. هذه الكهوف على نظرية الغرفة والعمود، وهي عبارة عن حفر في الأنفاق بشكل غرف دائرية أو مقوسة، مع إبقاء عمود من أصل الجبل يسند سطح الغرفة حتى لا ينهار النفق.
المراجع التاريخية بأن كهوف ومغارات البوميس تعود لعصور ما قبل الميلاد، مستشهدة بتزامن وجود هذه المناجم مع صهارج عدن التي يعود تاريخها إلى عصور ما قبل الميلاد، كما ورد في كتاب مغامرات في البحر الأحمر للرحالة الفرنسي هنري مونفورت. وبالنسبة لطبيعة استخدامها، فقد اختلف الباحثون، فمنهم من قال إنها استخدمت كمنازل لبعض القبائل التي وفدت من أفريقيا إلى عدن، فيما ذهب آخرون إلى أنها استخدمت للتعدين واستخراج مادة تسمى البوميس. تاريخية أخرى ذكرت بأن هدف إنشاء كهوف البوميس كمناجم جاء تلبية لحاجة استخراج مواد البناء، واستخدمت أيضا كمواد تشخيص لأرضية الصهاريج وسد الشقوق في الجدران الصخرية. قيل أيضا بأن مادة البوميس استخدمت قديما في بناء الجدران الملاصقة للبحر في جبل قلعة صيرة، وقد اختيرت لما امتازت به من خاصية فريدة، فهي وكلما ضربتها أمواج البحر ازدادت صلابة وقوة، وهذه الخلطة تضاهي الخلطة التي ركبها الرومان حسب خبراء الجيولوجيا الذين أوردوا القول المأثور بأن الفراعنة كان لديهم سر خلطة التحنيط والعدنيون لديهم سر خلطة البوميس. عدن المحاطة بالعديد من الحصون والقلاع، منها ما هو باق ومنها ما اندثر، لكن لا أحد يختلف على أن عدن كانت ولا زالت شاهدة على حضارات عديدة وتاريخ فريد. المبدع أشعل قلوب مشجعي كرة القدم حماسا وتفاؤلا، حاصد الجوائز ومحقق الانتصارات الكابتن خالد عفارة. فريق الوحدة سيمثل في مباراة اليوم، في المرمى محمود علي عبدو، في الدفاع ياسين محمود، هاني عبد الكريم، خالد عبدو عفارة، وإيهاب عفارة. في سن الطفولة تعلق حبه بكرة القدم كالكثير من أقرانه، لكنه لم يدرك يوما أنه سيصبح نجما كرويا ليس فقط على مستوى مدينة عدن وإنما على مستوى اليمن. الكابتن خالد عفارة نجم المنتخب الوطني ومحقق الانتصارات الكروية. بدايتي الرياضية بديت كأي لاعب يعني بالحارة ثم المدرسة والتحقت في نادي الوحدة. حبي واهتمامي كان كله في كرة القدم، وفينا من عائلة رياضية يعني ابتداء من جلال وإيهاب كلهم يلعبوا النادي الوحدة، وكنت يعني ألعب أمارس يعني أحب كرة القدم، ولعبت كرة القدم مع زملائي في الحارة والمدرسة وانضميت النادي الوحدة حتى التحق في نادي الوحدة حتى أكون زي جلال وإيهاب يعني سواء اخوان يعني اثنين. لقب خالد عفارة بوزير دفاع المنتخبات الوطنية لعقود من الزمن قبل وبعد الوحدة الوطنية، مكانة استحقها بفضل أدائه المتألق وحضوره الفاعل على ملاعب أشعل فيها روحه قبل جسده. الوحدة سيمثل في مباراة اليوم، في المرمى محمود علي عبدو، في الدفاع ياسين محمود، هاني عبد الكريم، خالد عبدو عفارة، وإيهاب عفارة. في الوسط كابتن الفريق الأحمدي والرقيبي محمد عبد الرقيب، ثم نوف الحسن، عبد الله هادي محمد، مشتاق محمد سعد، وصلاح سالم. في التلال بيمثلوا في مباراة اليوم، في المرمى إبراهيم عبد الرحمن. سعيد جدا بحياتي الرياضية الحمد لله، شاركت مع المنتخب الوطني ولعبت ضد منتخبات، سافرت يعني الحمد لله، و يعني كرة القدم تعرفك على دول، تعرفك على الناس ومنتخبات، هذا شيء سعيد يعني جدا. يعني كرة القدم يعني أعطتنا السعادة إنه أكون أسافر وألعب مباريات ومثل وطني ومثل ذا، هذه المحطات يعني أنا الحمد لله سعيد جدا إنه أصبحت لاعب كرة قدم.
لفترة في نادي سور اللبناني، وكانت تجربة جديدة أضافت الكثير على سابقاتها في عالم خالد عفار الكروي. فالتقاء لاعبين من جنسية مختلفة يضفي على الرياضة متعة أكبر وتفاعلا أجمل. بالنسبة للاحترافي في نادي تضامن صور، الحمد لله يعني مثلت نادي تضامن صور 3 مواسم لعبت معهم هناك. الحمد لله يعني بلاد جميلة، ناس طيبين، حياة حلوة يعني. درست الاحتراف وشفت المعاملة الجيدة لهم، ناس يحبوا يعني يقدروا الكرة اليمنية، يحبوا اليمنيين، وهذا الحمد لله يعني برضه من ضمن إنجازات يعني الاحتراف في لبنان. مثلنا الوطن، اعتبرنا الكرة اليمنية فيها لاعبين يقدروا يلعبوا في دول ثانية يحترفوا، وهذا شيء يعني ممتاز للكرة اليمنية واللاعبين اليمنيين. الجمهور حضوراً هو جمهور التلال، لكن برضو الميناء أيضا كان له جمهور حضر. لعب لأندية كبيرة مثل التلال ووحدة عدن ووحدة صنعاء والمنتخب الوطني الأول خلال الفترة من العام 1993 وحتى العام 2006، واعتزل كرة القدم عام 2008 بعد مباراة جمعت منتخبي اليمن والسنغال قبيل خليج 20 بعد مسيرة حافلة بالعطاء امتدت لأكثر من 18 عاما خاض خلالها أكثر من 70 مباراة دولية. حققنا يعني بإنجازات فيها من في الرياضة، حققنا دوري وكأس جمهورية النادي الوحدة، منتخب وطن يعني لعبنا ضد المنتخبات وفزنا ضد المنتخبات. الحمد لله يعني سعيد جدا انه كنت لاعب منتخب وحققت انتصارات على دول الامارات، على يعني دول كثيره، امارات، باكستان، اردن، في مباريات كثيره حققنا الفوز فيها. وتسجل الهدف، هدف المباراه الاول بين ضربه الجزاء لفريق الوحده عن طريق اللاعب خالد عفارة. وعن عطائه الكروي، يبدي الكابتن خالد عفارة سعادة كبيرة بما حقق من الانتصارات للمنتخب الوطني ولنادي الوحدة في عدن الذي التحق به ولا زال يمارس مهاما إدارية فيه حتى اللحظة. لفريق الوحدة، لجمهوره وقيادته وقواعده العريضة، الفوز ببطولة الكأس، وحظا أوفر لفريق التلال الذي لعب على النهائي هذا الموسم وقدم عروضا طيبة في مباريات كأس الجمهورية، وحظا أوفر لكل الفرق التي شاركت في البطولة في مناسبات قادمة. الرياضة هي تفرح الناس يعني، تنسي الناس الهموم طالما موجود في رياضة الشباب، لأنه بفترات هذا جزء من حياتنا اليومية. الرياضة لازم يكون الشاب اليمني أو لازم يمارس كرة القدم، يكون نشاط رياضي مهم، جزء في الحياة، جزء مهم في الدنيا إن شاء الله. أنا لا متواجد في نادي الوحدة، مدير الكرة في نادي الوحدة، والحمد لله يعني عندنا فريق ممتاز، وإن شاء الله القادم يكون أحسن ويظهر نادي الوحدة أحسن ويحقق بطولات إن شاء الله. والحمد لله معانا ناس في الرياضة برضو ممتازين، يسهلوا اللاعب أي مشكلة له بالنسبة للوظيفة أو السكن أو ذا، ما يعني متعاونين جدا معنا الوزارة ولا من الوزير للرئيس حتى. كمدرب في نادي التلال، يرى الكابتن خالد عفارة أن أداء المنتخب الوطني تحسن كثيراً، ويصف مشاركته الأخيرة في خليج 23 بالمتميزة، مثمناً دور الجهات التي كانت سبباً في هذا التميز. شاركنا الآن يمكن 4 مشاركات، الحمد لله الصيت تمام وشبابنا ممتازين. كرة اليمنية بدأت تظهر الآن على مستوى الخليج، على مستوى الله، أنه في كرة يمنية ممتازة وجيدة. الآن بانت الكرة اليمنية في على مستوى الوطن العربي الآن، أحس أن المنتخبات الآن هي الآن من تشارك وهي من تأدي المستوى الممتاز، أكثر الناس أشادوا بالكرة اليمنية، فيها مواهب، فيها مستويات ممتازة، وهذا شيء يسعدنا. من شيء لا شيء إن شاء الله بنتحسن ونأدي نتائج يعني إن شاء الله. هي فارق الإمكانيات يعني فارق ده، لكن الحمد لله الكرة اليمنية بخير. كل ما رحت شاركت برا حصلت المدح، وحصلت انه الفكر اليمني والناشئ اليمني عنده موهبه احسن يعني، يحس انه القادم احسن ان شاء الله يكون.
إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل وإلى اللقاء.